مساء الخير مشاهدي الاو تي في. موسم الكرة الطائرة اللبنانية عم ينطلق، لكن عم ينطلق بمهرجان بمدينة المينا بطرابلس، مباراة على كاس الرئيس عمر كرامي، الرئيس الراحل عمر كرامي، بين بطل لبنان زهرة المينا ووصيفه نادي الأنوار الجديدة. في إلى جانب منظم هذا الحفل يلي عم بيصير بقاعة المينا الرياضية الأستاذ ياسر عبوشي، رح يخبرنا شوي عن هالمباراة هالاحتفال وأيضا عن شو مخبيين للسنوات المقبلة. أستاذ ياسر، يعني بذكرى الرئيس الراحل عمر كرامي الأولى اخترتوا الرياضة وأكيد في نشاطات تانية، شو فينا نقول للجمهور؟ أول شيء نحن بنشكركم، عزبناكم من بيروت لتجوا على طرابلس، البلد اللي بعرف أنكم بتحبوه على طول. نحن انتم بتعرفوا الرئيس عمر كرامي كان رجل رياضي وكان يمارس الرياضه، كانت لعبته التنس هي لعبه المفضله، واحب ابناء طرابلس انه بالذكرى الاولى على رحيله اقامه دوره رياضيه، ولانه الوقت متاخر وراح كان بده يبلش الدوري اللبناني بكره الطائره والدوري اللبناني بكره السله، فاختصرنا اللقاء السنه بكاس بين مثل ما تفضلت بطل لبنان نادي زهره ووصيفه نادي الانوار الجديده. على امل نحن السنه الجايه ان الله راد بشهر كانون الاول راح يكون في كاس سنوي بكره الطائره، وممكن كمان نضيفها بكره السله بذكرى سنويه للرئيس عمر كرامي. كمان يعني الوزير فيصل كرامي وزير شباب ورياضه سابق، وهالصرح يلي نحن موجودين فيه له ايادي بيضاء فيه. بالحقيقه اذا بتسال للوزير فيصل كرامي بيقول لك انا انت واجبي، ما هو من الناس اللي بيت كرامي هال هني بيحبوا الوطن، بيحبوا يخدموا الوطن، بيحبوا يواجبهم بوطن. هيدي خدمه كبيره انعملت، قاعه عمرها 42 سنه وكانت واقفه وما كانت تنفذت، اجى الوزير عمر الوزير فيصل كرامي كفاها بفتره 8 اشهر، واليوم الرياضيين عم يلعبوا فيها ولحد انتم اليوم عم تستقبلوا اهم فرق فيها. شكرا لك. اذا مشاهدينا لحظات قليله ورح تنطلق المباراه، مثل ما شايفين الحكام عم بيصفروا، بعد في اقل من دقيقه انا وزميلي المدرب الوطني عصام ابو جوده وفريق عمل او تي في رح نكون نحن وياكم بهالمباراه. لحظات قليله وبتنطلق هالمباراه الشيقه بالكره الطائره. ومثل ما عم نشوف نحن وياكم مشاهدينا بهاللحظات دخول راعي الحفل الوزير فيصل عمر كرامي، وهيدا فريق الزهرة قدامكم بالتعليمات الأخيرة من مدربه سيمو عطلة. رح أذكر بشكل سريع أسامي اللاعبين بفريق الزهرة: ميهايلو ميتيتش رقم 1، قاسم الحسن 2، درار عبيد 3، عمر قباح 4، غازي فنج 5، يميل عبيد ليبرو رقم 6، رفيق رزق رقم 8، كارفن بينيراوا رقم 10، لوقا رقم 11، محمد حفار 13، وكريستيان عساف 16. إذن مثل ما كنت عم بقلكن وصل راعي هالمباراة الوزير فيصل عمر كرامي. نادي الأنوار بيمثلوا اليوم رقم 2 رولان جبيلي، 3 ألان كوميل، 7 بيير فارس، 8 عمر عبد الأحد، 9 جوزيف نهرة، 10 إلين نار ليبرو، يوسف بشلحة 11، فيليب 14، وسام الحصري الكابتن 15، غريغوري 17، وشادي شعبان 18. المدرب سينيسيا ريليتش من صربيا. عصام، تعودنا على هالفريقين بالفترات الأخيرة عم بيسيطروا على الفوليبول اللبناني، يعني دورة سامي أبو جودي قبلها دورة المربي لياس جورج خرمة كمان ربحها الزهرة، اليوم كاس عمر كرامي. الفوليبول بعرف أنه أخذ حقه وحجمه بلبنان، لكن شو فينا نحكي عن الفريقين؟ إجمالاً اللي حسب تاريخ الفريقين وحسب حضرهم هلأ أميز فريقين موجودين على الساحة اللبنانية هلا. شفنا بدورة المرحوم سامي أبو جودي الفينال كان بيناتهم اثنيناتهم، وكانوا على مستوى كثير عالي، معهم ثلاث أجانب كثير منيح اثنيناتهم، وفريقين كثير جاهزين للبطولة. يعني خلينا نشوف نحن وياكم قبل، رح نكون طبعا مع النشيد الوطني وكلمة لعريف الحفل قبل ما تنطلق المباراة.
بدي أذكر بالحضور بالمنصة الرسمية اللي عم تشوفون قدامكم، بالإضافة للوزير عمر كرامي، للوزير فيصل كرامي، عمر خالد كرامي كمان حفيد الرئيس الراحل، في أيضا الأستاذ عبد الإله مئاتي ممثل الرئيس، رئيس نجيب مئاتي، أحمد الصفدي رئيس نادي المتحدة طرابلس ممثل للوزير محمد الصفدي رئيس اتحاد بلدية الفيحاء. النشيد الوطني اللبناني. إذن استمعنا للنشيد الوطني اللبناني. كنت عم بذكر شوي من الحضور، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس عامر الرافعي، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، الأستاذ جو همام رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة طبعا، منسق قضاء طرابلس بالتيار الوطني الحر الأستاذ توني ماروني، منسق مدينة طرابلس المهندس عفيف نسيم، منسق مدينة المينا بالتيار جورج دقور، أيضا في عضو المكتب السياسي لتيار المردة وممثل تيار المردة الأستاذ رفل دياب، رئيس نادي الزهرة المينا عبد الله جبر، وجمهور كبير. لحظات قليلة بعد نهاية كلمة تعريف الحفل رح تنطلق المباراة، المباراة رح يقود الحكم اللبناني الدولي جوزيف غرما والحكم اللبناني الدولي جوني لقيس. حكى
قدام الخطوط رح يكونوا محمد ياسين وأحمد عبد الواحد والمسجل جوزيف درغام، مراقب المباراة توني غانم. بذكر أنه يوم الثلاثاء المساء رح تنطلق مباريات بطولة لبنان للعام 2016، بطولة لبنان XXL، وصبايا XXL كمان موجودين اليوم بالقاعة. أيضا عم يحضر بالمنصة الأمين العام للاتحاد اللبناني للعبة وليد الأصوف، ورئيس مجلس إداري شركة أبي رميا أخوين الأستاذ ميشيل أبي رميا. أكيد شركة XXL هي راعي هالمباراة وراعي البطولة أيضا. عصام، قبل تقريبا 72 ساعة على انطلاق البطولة، برأيك رح تكون بطولة مشتعلة من أولها؟ يعني الفرق مع شهادة الانتقال الدولية بعد رح يقدروا يغيروا أجانب بالشكل يلي كان عم بيصير السنة الماضية؟ لا أكيد، لأنه السنة الماضية كان عم بيقدر يغير الأجنبي بسرعة، يعني عم بيجي من الطيارة يركب على الماتش دغري، بينما السنة كيف ما كان بده 4-5 أيام تيقدر يأمنه لعنده. فهلا الفرق كلها عم تجيب اجانبها من الاساس، تجرب تركز انه الاجنبي يكون موجود عندهم يكمل معهم الموسم. اكيد للفاينل فور بيكون في شويه تغييرات، اكيد بيكونوا شايفوا حالهم شوي. يعني نحن كمان بدنا نوجه تحيه لزميلنا شادي ابو فرحات يلي منه موجود معنا اليوم، بس اكيد بمباريات البطوله نحن السبت اللي جاي رح نكون مباشره من قاعه مجمع الشياح الرياضي بمباراه بتجمع طلائع دلهون وفريق الشبيب البوشرية، والفريقين صاروا على أرض الملعب بانتظار انطلاق هالمباراة على كأس الرئيس الراحل عمر كرامي. نحن معكم مشاهدينا من قاعة المينا الرياضية بالمينا. يعني ما بعرف إذا الفريقين عصام رح يكشفوا وراءهم اليوم قبل البطولة، وهي انكشفت بالدورات التحضيرية طبعاً، بس ما بعرف إذا رح يلعبوا فول باور اليوم، شو رأيك؟ أنا هو بالمبدأ إنه ماتش على التي في، مفروض كل واحد يثبت حاله، يعني بيلعبوا على طول مع بعضهم تيضلوا، يعني بده يلعب تيربح يعني، بس أكيد ما رح يكون بال يعني ضغط الفينال ولا ضغط مباراة بالبطولة، غير ضغط مباراة حبية تقريبا يعني. والارسال الاول رح يكون لوسام الحسري كابتن فريق الانوار الموجود قدامنا على الشاشة مشاهدينا، والمباراة عم تنطلق. استقبال جيد، بلوك، يعني الانوار مبلش دفاعيا اليوم. واول نقطة تتسجل لفريق الانوار بيسجلها غريغوري. يعني هلا راح يكون تيست للفريقين بالاشياء اللي صارت معهم بالدوره الاخرانيه، فهلا كل واحد بجرب يحسن نقط ضعفه. بتصور بنشوف مباراه كثير حلوه اليوم. يلا نحن وياك عصام. وكمان 2-0 بيتقدم الانوار. طب كثير بعيده كانت من الزهره، الزهره اليوم بالقميص الاحمر. هون عم نشوف الأستاذ وليد الأصوف والأستاذ ميشيل أبي رميا. بلوك، بلوك أوت، 2-1. بعده الأنوار عم يتقدم، وهون موزع فريق الزهرة اللاعب رقم 1 ميهايلو ميتيتش. استقبال جيد للأنوار، يعني بعد ما حميوا الشباب هيئتهم. بلوك أوت كمان، 2-2. إجمالا فريق الزهرة مبلش على الريتم ذاته اللي كان عم يلعبه بالماتش اللي قبله، يعني سيرفيس عم يلعب على البوزيشن رقم 4 اللي كانوا عم يتبعوها بالماتش الفينال كمان. نهايله من جديد،
دفاع جيد لفريق الزهرة. واو نقطة بيسجلها اللاعب لوقا. 3-2 بيتقدم الزهرة. فريقين رايحين على بطولة نوادي العربية بشباط المقبل عصام، كمان يعني عم بيتحضروا بشكل جيد عبر هالمباريات الودية والمباريات والبطولة بتكون صارت تقريبا مقلعة وعارفين نقاط ضعفهم الشباب. صار خالص القلية تقريبا. وخطفي بيخطف الكرة جوزيف نهرة. 3-3. نشوفها بالإعادة البطيئة. غريغوري على الإرسال لفريق الأنوار وصيف بطل لبنان. جامتر بالفيلي، هيدا خطأ كبير. والزهرة عم يتقدم 4-3. أكيد شكر لشباب الإحصاءات، فريق الإحصاءات الموجود معنا اليوم، بس بكير بعد لنشوف شوية إحصاءات من هالجيم. كمان اتحاد الكرة الطائرة أخذ خطوة جيدة جدا وهي إحصاءات لكل بطولة لبنان السنة. بلوك هاني حليحل. رح يكون إحصاءات على الويب سايت منقولي ديركت للصور. ما بدي أحكي عنها كمان. خمسة أربعة النتيجة. لمصلحة الزهرة. طابة بتتخلص. وكمان طابة دفاعية لفريق الزهرة. ينجح انه يسجل كيرفن بينيراوا. 6-4 تقدم للزهرة. هلا قريت الماتش بطيء شوي بعد ما فاتوا ما قلعوا الشباب، بالاخص فريق الانوار واصلين شوي على الماتش دغري، كان في سير اليوم عجقة سير على مدخل طرابلس تحديدا. استقبال من النار غريغوري. واو بلوك ثاني من هاني. 7-4. يعني اول ستاتستيك نحن شفناه قدامنا، 2 بلوك لهاني حليحل على داركو. درار ارسال من درار، استقبال جيد عند الانوار وكمان بلوك. 5-7. هاني اجمالا من لاعب الاربع الاقلال اللبنانيه عم يلعبوا بالدوري، عاده على البوزيشن 4 بيكون اجنبي. اجنبي هلا في حالات عم يلعبوا بنادر وزهره عم يلعبوا بهاني. كريستيان سيف. 8-4 اول تكنيكال تايم اوت لمصلحه الزهره. هون بالاعاده البطيئه يعني مثل ما قلت عصام بداية المباراة بعدها بطيئة، بس في صار عندك شوية إحصاءات أو بعمل إجمال الأتاك بفريق الزهرة هو اللي سابقهم لفريق الأنوار لأنه مسجلين 2 بلوك فريق الزهرة، يعني 44% نسبة الأتاك لفريق الأنوار بينما 50% نسبة الأتاك بفريق الزهرة. ويبدو هاني تعرض لإصابة، بتصور عنده مشكلة بفخده مثل ما مبين. وتبديل عم يدخل لاعب رقم 13 محمد حفار بدل من هاني حليحل، هذا أصيب بتمزق بالفخذ هاني. مزبوط.
لانه هاني اخر ماتش الفينال ما كان عم بيلعب، كان مريض بتصور كمان. يعني ببدايه الموسم كمان صعبه على لاعب اصابه مثل هيدي. ايس عم نشوفه من كارفن، فريقه عم يتقدم 9-5. الزهرة صار ربحان كل الدورات التحضيرية، يعني بعد ما أحرز لعب السنة الماضية دوري تلياس جورج خرمة، دوري سامي أبو جودي، تنشوف إذا رح يقدر يكملها اليوم بكيس عمر كرامي. داركو بيسجل 9-6 النتيجة. والارسال لالان كومل لاعب سلوفينيا بفريق الانوار، استقبال جيد كورفن، طابة بتتخلص ترجع لمنطقة الزهرة، بلوك وبلوك اوت 10-6. اتاك للحفار فايت هلا محل هاني، وحفار كمان لاعب ناشئ. محاولة للأنوار، طابة بعيدة، بيير فارس طابته كتير بعيدة، 11-6 عم بيتقدم الزهرة بالمجموعة الأولى. هلا فريق الأنوار منه بالسايكل تبع اللعب اللي لازم يكون، يعني عم بيلعبوا شوي ببطء وما بتحس العزيمة تبعهم، هذا اللي معودين عليها. تايم أوت عم بيطلبوا المدرب سانيسيا ريليتش مدرب الانوار. الفريق ما عم بيعطي ما لازم. هون المنصه الرسميه عم نشوف فيها الوزير كرامي، رئيس اللجنه الاولمبيه جان هميم، ممثل الوزير الصفدي، وممثل الوزير الرئيس مياتي، وعودة الفريقين لأرض الملعب كمان وليد الأصوف وميشيل أبي رميا. والإرسال لمحمد حفار، استقبال خاطئ، طب بتخلص، ويميل عبيد عم بيخلص، وهالمرة كورفن بالفيلي 11-7. بيير فارس استقبال من حفار، نقطة جديدة للزهرة 12-7. حاولوا لاعبي الأنوار يخلصوا هالطابة لكن بعيدة. كريستيان عسيف عنده سيرفيس بس بأواخر البارتيات بيكون مميز. سيرفيس اوت عادة مثل ما قلت ارسالاته لكريستيان بيربح فيه النقط، يعني عنده تركيز بالسيرفيس بالبارتيات نقط العالي، يعني هذا فول فيها مزبوط، شي اصلا فول على الليبرو حسب لي اياها له. 12-9 الحكم جوزيف خرمة. ويسام مايسترو الانوار سيرفيس خارج الملعب، فرق 4 نقط بعده مش كبير، وبعدنا بمنتصف المجموعه الاولى قبل ثاني تكنيكال تايم اوت. طبعا ميتيتش وهيدا سيمو، على المسطره الطابه هذه، يعني غريبة شوي هالطابة ومأزية لفريق الأنوار. زتا وفتح بالأتاك على الآخر وزتا قدام رجع، بس إنه حلوة كثير الطابة. رح نشوف ميتيتش
كمان بيجرب يرجع يعيدها لكن تتخلص. واو طابة بتلمس محمد حفار. 14-10 فارق الأربع نقاط بعده مستمر. وأكيد يعني مشاهدينا بعد شوي رح نبلش نشوف نحن وياكم إحصاءات لاعبين الكرة الطائرة. استقبال واو كيرفن. الحلو بكيرفن بيلعب على طول للآخر. بتذكر بفينال دوري سامي ابو جوده كنا انا وياك وشادي عم نعدل له نقاطه. مزبوط بس بيلعب على طول يعني نفس الستيل على طول ما بيطلع وبينزل. ستابل ستابل لوقا ارسال بلوك طابة بتنلقط بيدافع الزهره ولوقا كمان بيسجل ثاني تكنيكال تايم اوت. الفرق عم بيزيد لسته 16-10 لا فريق الزهرة. غريب فريق الأنوار كثير تحسه ما بعرف يمكن لأنه بعده فايتين على الماتش بس مفروض يكونوا هلا يبلش يكون أحسن أداء تبعهم بينما فريق الزهرة مركز ولعب من الأول الماتش عم بيلعب بطريقة تركيز عالي يعني نسبة أخطاء تبعه أقل بكثير من نسبة الأخطاء بفريق الأنوار. هون عم نشوف توب سكورر لوقا من الزهرة أربعة مثله مثل كيرفن كمان أربعة فيليب ثلاثة هاني حليحي الاثنين وزوزو نهرة اثنين. في ثلاثة بالتوب فايف من الزهرة بين التوب سكورر. والفريقين بيرجعوا لأرض الملعب مع لوقا. هون عم نشوف منسق قضاء طرابلس بالتيار الوطني الحر توني ماروني وعضو المكتب السياسي بتيار المردة رفلي دياب. ونقطة جديدة بيسجلها داركو لمصلحة الأنوار 16-11 أو 11-16 بالإعادة البطيئة وبإيده الشمال زوزو نهرة سيرفيس لمصلحة الأنوار بعيد ونقطة جديدة لفريق الزهرة يلي صار متقدم 17-11. كمان منسق طرابلس بالتيار المهندس عفيف نسيم ومنسق المينا جورج دقور بين الحضور بهالمباراة اللي هي بذكرى الرئيس الراحل عمر كرامي. لوك كريستيان عسيف. لهلا فريق الأنوار داركو شايد سبع شوطات والفريق كله شايد سبع شوطات وعم بيلعب كل الوقت على داركو من الأول السيت لهلا. يعني بفتكر بالبلوكيت 3-0 للزهرة. هلا بنشوفها مع زميلنا جون. هون كرة صاروخية من ألان كوميل. بلوك 3 مزبوط 3-0 بلوك للزهرة. ألان كوميل بيسجل وداركو على السيرفيس. استقبال من لوكا. هالمرة البلوك إن 19-12. عنده ستير رهيب بيمغط بيمغط يعني بيتأخر تيشوت بيطلع البلوك وبينزل مع إنه نطروه كثير إذا بتلاحظ البلوك نطروه ما هذا كله هن نازلين هن ونازلين لضرب الطابة بايدهم. هيدا كيرفن بمساعدة الفيلي طابة بتتخلص وللخارج. نقطة لألن 19-13 تقدم لفريق الزهرة بهالمجموعة الأولى من المباراة بين الزهرة والأنوار على كأس الرئيس الراحل عمر كرامي برعاية XXL. ألان كوميل اللاعب السلوفيني بفريق الأنوار بالفيلي. يعني المجموعة الأولى هي مسلم فيها الأنوار مفروض بس يفوت بالجو يعني هلا من 13-20 قادر يعني يركلج وضعه قادر يلعب للبارتي الثاني مفروض يفوت بالنقط اكثر ويفوت بجو اللعب تيلعب البارتي الثاني افضل.
كنا عم نشوف احتياط فريق الأنوار. طب بيخلصها كورفن، بيخلصها، ترجع لمنطقة الأنوار، محاولة جديدة وهالمرة نقطة. 20-14. نقطة لجريغوري بالأنوار. بيير فيريس كمان ارسال صعب من بيير، لمسة شبيك على وسام. 21-14. رئيس لجنة الأولمبية أستاذ جان هميم، محمد الصفدي أو أحمد الصفدي ممثل الوزير محمد الصفدي. كريستيان اليوم مش ماشي إرساله أبدا، مش عاوزينه هلا في فرقنا. ذكر أنه هذه مباراة رسمية رح تنلعب أكيد ثلاث مجموعات من خمسة. كمان خطأ لفريق الزهرة، محاولة تسقيط تتخلص. خدعة كانت من ماتيتش، لكن بالنهاية داركو بيسجل نقطة جديدة للأنوار. وعادة بيلعبون هودي، فالهيئة زوزو عم ينطروا عليهم. بس يمكن زوزو بالغلط لقطة أو شافوا، لأنه قبل بنتوشي كمان عم بيشوف عم بيلعب نفس الشيء. تايم أوت، بيطلبوا سيمو نزل الفريق. قلت لك أنوار بده يرجع يفوت بالنقط، يعني إذا فات بالنقط مشان البارتي اللي بعدها، بعده هلا بيقدر يلحق البارتي، بيقدر يلحق الماتش. هون عم نشوف تعليمات سينيسيا ريليتش مدرب الصربي لفريق الأنوار. بالمقابل سيمو عطلة المدرب اللبناني. بست او توب ريسيفر هاني حليحي 75%، ألان كوميل 60%، جريغوري 57%، محمد حفار 50%، ويميل عبيد 50%. نقطة جديدة للأنوار، عم يرجع الفرق نزل لأربعة بعد ما كان وصل لثمانية. وعطول على وقفة وسام على السيرفيس، فالسور الدام بيكون من فريق الزهرة. والطابة بتلمس لوكا، عامل له بايده لا قبل ما يصافي الحكم يقول له شو. هيدي عند اللاعب هون لمست فيه صحيح، مظبوط، ما هو رجع رفع ايده. وهالمرة لوكا بينتقم وبيسجل نقطته 22، نقطة 22 لفريقه، 22-18 اجمالا فريق انوار. هيدي اكثر فورماسيون بيقدر ياخذ عليها نقط. رجع على اجواء اللقاء بقوة فريق المتني. ميتيتش استقبال وبيرجع بيستقبل وبيسجل. دعس على الزيح مرة. 23-18. هذه غلطة تعتبر، انه مش وقتها. كمان تايم اوت لا سينيسيا ريليتش. 23-18، يعني صعبة صارت المجموعة الأولى. لا بده يحاول، ما في بده يضل، بده يحاول عليها، لأنه كمان مثل ما عم بقول لك أكيد بده يعملهم بوش تيرجعوا حتى يفوتوا. إذا قدروا عملوا 23-22 وراحت البارتي شوي قريبة على بعضها، بيفوتوا بالست اللي بعده كمان بمعنويات أعلى. فريق الأنوار فريق الزهرة عم بيحسب حسابات، فرق ما يكون مرتاح على الآخر. هون صبايا الإكس إكس إل موجودين بقاعة المينا، مثل ما راح يكونوا موجودين بكل الملاعب ضمن بطولة لبنان XXL للكرة الطائرة الفوليبول. ميهايلو ميتيتش على السيرفيس لمصلحة فريق الزهرة بقاعة المينا. طابة بيلقطا جريغوري وكمان تتخلص من الحفار. لوقا بيسقط، طابة بتتخلص
جريجوري بيسجل جريجوري 19-23. على طول إلي بس يكون عندك ماتش برات منطقتك بوقت كثير يعني لازم يكون الفريق مينيموم ساعة قبل الماتش موجود عم بيحضر. فرق انوار بفوته على الملعب دغري ما كثير بيكون التركيز عالي فيه فلازم يستفيد من هذا السيت تيفوت. هيدا جريجوري جامب سيرف خارج الملعب 24-19. عنده 6 طابات فريق الزهرة ليربح المجموعة الأولى. مرتاح فريق الزهرة كثير بهذا السيت. صحيح. وهون الحضور الرسمي بالمنصة لوقا طابة بتتخلص اوه يعني درار عبيد بمساعدة الحظ والفيليه عم بيربح. رئيس نادي الأنوار المحامي بول كنعان كمان إلى جانب رئيس نادي الزهرة عبد الله جبر. المجموعة الأولى مشاهدينا بتنتهي 25-19 لمصلحة فريق الزهرة. ما بعرف إذا عندنا بريك ولا بنحكي شوية إحصاءات أنا وياك. إجمالا قليل إن الفريقين اللي مبين أتاك الأنوار بعده بالخمسين بينما فريق الزهرة 63%. فريق الزهرة عامل 3 بلوكات بينما فريق الأنوار مش عامل ولا بلوك. بالسيرفيسات مسجلين 2 ايسز الزهرة بينما الأنوار منهم. ها وهن الأوفر فيو اللي عم نشوفهم بالريسبسيون 8 من 15 للزهرة 11 من 22 للأنوار. في عندك بسبب الايسز عندك 2 ايسز لفريق اللي ضاربين 24 سيرفيس بينما فريق الأنوار ولا ايس. في بلوكين للأنوار واثنين بلوك وثلاثة بلوك للزهرة والتوتال ديكز 10-6. إذن بريك قصير ومنرجع للمجموعة الثانية.